أمال هبة، بدنا نروح لزميلنا أحمد أبو حماد، موجود الآن في بلدة الفحيص. يعني بلدة الفحيص من، خليني أحكي، من البلدات اللي قدرت تحافظ على قرويتها الجميلة والبسيطة جدا بأهلها وناسها الطيبين. ما في أحلى من الفحيصية وما في أحلى من نفسيتهم الحلوة. فأنا مبسوطة أنه اليوم أحمد موجود معنا من الفحيص، فبصبح عليك يا أحمد وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا أحمد. نعم، صباح الورد والفل والياسمين، صباح الجمال والطبيعة الخضراء من جرش إلى الزهور والورود في منطقة الكرامة بالأغوار إلى البيوت التراثية والموروثات الجميلة في مدينة الفحيص. بصب عليك شاهد وهبة وعلى فريق برنامج يوم جديد، على كل متابعينا ومتابعين برنامج يوم جديد. اليوم راح نصب عليكم على الهواء مباشرة من محافظة البلقاء، وبالتحديد من أمام ميدان شاكر والمعروف بدوار الفحيص، وهو من أهم التقاطعات المرورية في جنوب محافظة البلقاء وشمال محافظة العاصمة عمان. يشهد حركة كثيفة للسيارات، وهو يجمع العديد من المناطق الهامة في مكان واحد، وهو محاط بالعديد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمباني والمؤسسات العامة والخاصة. يربط هذا الدوار القادمين من غرب محافظة العاصمة عمان ومنطقة دبوق من خلال شارع الحجاز أو المعروف بشارع البكالوريا، وأيضا يربط منطقة الحمر والكملية وصويلح والقادمين من مدينة السلطة من خلال شارع الأميرة تسنيم بنت غازي أو المعروف بشارع الحمر. كما يربط هذا الدوار وسط البلد القديم في مدينة الفحيص من خلال طريق الفحيص القديم أو المعروف بزهور الرهوة. كما يربط هذا الدوار منطقة الأغوار ووادي شعيب وماحص من خلال طريق الأغوار. طبعا مشاهدينا، منذ ساعات الصباح كان لنا وجود في هذا التقاطع الموموري الهام والذي يعتبر بوابة مدينة الفحيص، هذه المدينة الأردنية العريقة بكل ما فيها، حركة السير انسيابية طبيعية عادية، لا يوجد ازدحامات أو أزمات مرورية، الكل منطلق إلى عمله بنشاط وحيوية ومتفائل. وأيضا يعتبر هذا الدوار محطة من محطات المواصلات الرئيسية للذاهبين إلى أعمالهم وإلى مشاورهم الخاصة. طبعا الأجواء رائعة جميلة، الشمس ساطعة، درجة حرارة تقريبا 11 درجة مئوية، درجة سرعة الرياح، الرياح الشمالية غربية معتدلة السرعة. الأجواء جميلة رائعة مميزة، يعني إن شاء الله نتمنى للجميع نهاية أسبوع جميلة، وأيضا نتمنى جميع نهاية أسماء جميلة للكل. ومصب عليكم مرة أخرى وعودة لاستديوهات برنامج يوم جديد. شكرا كثير لك أحمد، يعني هالهمة العالية وهالمعلومات كلها اللي قدمت لنا إياها فعلا أسعدتنا كثيرا 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 زي ما بيقولوا يعني. وفي النهاية يعني هي المنطقة اللي موجود فيها أحمد فعلا هي تتوسط العاصمة عمان ومدينة السلط، وموقعها كثير استراتيجي وكثير حلو وقريب من كل شيء زي ما هو حكى.